نروح لتصريحات الاستاذ مرتضى منصور لغايه ما يتكلموا في اللعبه دي. تمام. الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلع بعد المباراه اتكلم في الاول في المباراه وقال محمود البنا ده حكم ظالم، وبقول له ابعد عن الزمالك احسن لك ولازم تقعد في بيكو. الحكام القديمه بقى زي محمود البنا وابراهيم نور الدين ومحمد معروف لازم يقعدوا في بيوتهم ونشكرهم بقى ويتم الاعتماد على الحكام الشباب. اتحاد الكره فاشل ولازم يرحل، اللي اختشوا ماتوا عليهم لازم يسيبوا مناصبهم بعد الخساره من اثيوبيا، ومش عشان وكمان عشان ما وصلوش لكاس العالم وخسروا امم افريقيا وبطوله كاس العرب. اتحاد الكوره بعت يطالبني ب 78 مليون جنيه ومش فاهم ليه، وانا اتعاقدت مع صفقات عشان تاخد مني فلوس حق صفقات، انا مش هدفع ولا مليم، والمجالس المعينه السابقه هي المتسببه بده وهي اللي تدفع وانا مش دافع حاجه. اللي اتحمل مسؤوليه بعد كده دخل بقى على المباراه واللي بيحصل، قال لك من يتحمل مسؤوليه اجهاد اللاعبين وضغط المباريات في الدوري هو الاهلي، ومحمد مصلح رئيس الاتحاد السكندري من اصحاب المقربين، وفايز عريبي رئيس طنطا من اصحابي، اجتمعت معاهم وكتبنا مذكره ان مش هيتم استكمال دوري كورونا حتى لو الاهلي هياخد اللقب ما عنديش مشكله، بس الدوري ما يكملش. قدمنا المذكره لاشرف صبحي، واشرف صبحي قال مش هياخد القرار من عنده، القرار مش من عنده هو، الانديه لازم توافق ولكنه هيعرض الامر، وطلب مني ان احضر لمكتبه انا ومعايا عريبي ومصلحي، وفعلا حضرنا وقال لي ان كل الانديه رفضت ان الدوري تتلغي الا الاهلي رفض، وتم شطب توقيع تم الشطب على توقيعنا بشان الموافقه وتوقيع الناديين اللي موجودين، واستكملنا الدوري وهو السبب في اللي احنا فيه. لو عايزين حل للازمه لازم الدوري يتلغي واللي ياخد اللقب ياخد اللقب، انا ما عنديش مشكله، ونبدا موسم جديد في ميعاد طبيعي، واللاعيبه لازم تاخد راحه لان لو استمرنا نفس الامر يبقى هنقول على الكره المصريه السلام. لازم يحل ازمه الكره المصريه، اولا يتم الغاء الدوري، ثانيا رحيل اتحاد الكوره، ثالثا رحيل الرابطه، رابعا ان يجتمع رؤساء الانديه ويتم وضع سقف للتعاقد مع اللاعبين، وده كله لصالح المنتخب. وكمان بعديها قال انا لو في حد عاقل لازم الدوري ده يتلغي واللاعبين دي تاخد راحه، وبدايه الموسم تبقى من شهر 8، ولو استمرنا بالشكل ده ان شاء الله باذن الله اللاعيبه هنلاقيهم في اخر الموسم في القصر العيني. طيب ده قبل ما تروح لكلامه عن الزمالك قول لي عشان عايز اقف عند حاجه ادردش فيها انا وانت. تمام. لا قبل لسه هو بيتكلم مع اتكلم انه هيتكلم بقى اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي ان هو عايز يعمل اجتماع مع الوزير عشان يحط سقف للعيبه، بعد كده هتكلم على طارق حامد. لا والنبي خلينا نتكلم، انا واضح كلامه عن الكوره والاصلاح خلص ولا لسه؟ لا كده خلص. طيب لا ثانيه واحده يا استاذ عبد الناصر، في تصريح اخير قال لازم يحصل اجتماع مع وزير الرياضه عشان نحط سقف الاسعار اللاعبين، ونضع ونحط الخلافات على جنب بين رؤساء الانديه، ولازم نمنع انتقالات اللعيبه بين الانديه لمده 3 سنين، وعشان الاسعار تنزل وتبقى من 3 ل 15 مليون فقط لا غير، مش اكتر من كده. دي كانت تصريحات عن الكوره بس. انا بس عايز مع كل تصريح اليومين دول للوزير وللاستاذ مرتضى منصور وللمسؤولين الناس تقول انت معلم. ليه؟ راجع معايا كده يا استاذ فاروق عشان الناس ما تنساش. من قبل الاستاذ مرتضى منصور ما يطلع يقدم على قناه الزمالك القناه في ثوبها الجديد والخريطه البرامجيه الجديده، قلت ايه؟ قلت الفتره اللي جايه الاستاذ مرتضى منصور هيقدم نفسه لاصلاح الكره المصريه وهيتكلم بلغه الاصلاح، لانه ده المطلوب الفتره اللي جايه واللي عايزاه الدوله. حصل مني ولا لا؟ بالظبط فعلا حصل. وبعد كده قلت راجعوا الكلام اللي بيقوله الوزير هتلاقوا هيتوافق مع كلام رئيس نادي الزمالك الفتره اللي جايه. حصل مني ولا لا؟ بالظبط حصل فعلا، الوزير قال نفسي معنى الكلام ده. قلت ان بيتصاغ في الغرف المغلقه اسلوب جديد لاداره الكوره والرياضه المصريه. حصل مني ولا لا؟ بالظبط قلت ده، قلت في طريق جديد واسلوب جديد لاصلاح الكره المصريه وهيجي من الكل، وقلت الكلام رئيس نادي الزمالك هيتوافق مع كلام الوزير. بالظبط. وكل حاجه الفتره اللي جايه نبذ الخلافات ما بين رؤساء الانديه، فتح صفحه جديده، البناء من جديد ونقطه ومن اول الصبر. حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل، انت قلت فعلا ده النقطه من اول السطر، هيبداوا نظام جديد وعايزين الرياضه تبدا على نظافه، وعايزين الرياضه تبدا باسلوب جديد وطريقه جديده، وهتلاقوا البدايه من عند رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضه. فعلا انا بس عايز الناس تراجع يا عم، اي حد هاجمني له كل الاحترام والتقدير، بس الناس تراجع التصريحات
وترجع لكلامي. بس احنا طبعا عشان انا بشوف البث تاني تاني وتالت، فانا طبعا فاكر الكلام ده كويس جدا ومتاكد منه ان حضرتك قلته قبل كده فعلا. الكلام ده الربط الاحداث ده فعلا حصل، ان هو ده اللي هيحصل، وهتلاقوا فيه نغمه جديده، وهتلاقوا فيه اسلوب جديد في طريقه الكلام، وهتلاقوا فيه كلام عن الاصلاح في الرياضه ونبذ التعصب، والرؤساء الانديه يبقى العلاقات بينهم زي ما حضرتك قلت بالظبط. وارجع تاني اهو في مربع، مش بين قوسين، جوه مربع اهو، اهو جوه مربع. ارجع تاني الكلمه اللي قلتها امبارح وناس كتير النهارده علقت عليها، لما الدوله تعوز حاجه لسه ما اتولدش اللي يقول للدوله لا. كل يوم افكرك بالكلمه دي، وانتظر معايا 29 ولا 30 الشهر ده، وربما تسمع لشيء يكون مفاجاه لك وللاخرين في امور كثيره في كره القدم. ما انا عايز اعرف ايه هي. انا من يوم وانا بكلم حضرتك قلت لي استنى يوم 30 وهتلاقي المفاجاه، ده كان بيني وبينك برضه. دلوقتي بتقول لي 29 او 30 بقول لك ربما ربما. انا بقول لك الحمد لله انا الوحيد اللي فتحت معاكم ملف ماذا يدور في الغرف المغلقه من اجل كره القدم المصريه. قلت لكم العواطف والناس في حته، وفي حاجات بتترتب مختلفه تماما، وكل يوم اربط الاحداث ببعضها تلاقي الحمد لله اللي بقوله لك بجتهد جدا عشان اجيب لك المعلومه فيه. وفي واحد صديق محترم قال لك بلاش تقول كلمه انفراد علشان مستفزه. يا عم مش قايلين كلمه انفراد، وحقكم علينا والناس كلها احسن مننا، واللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول، ولا الكلمه دي عدنا نسمعها تاني عندنا في برنامجنا نهائي. الله يسهل لكل خلق الله، الله يسهل لكل خلق الله. الكابتن ناصر عباس قال ان هدف الاهلي الثاني صحيح، وان عمرو السوليه سبق وخد الكوره ولا تحتسب فاول. والاستاذ علي عبد مش عارف علي عبد الستار بيقول لك سيبك من اللي في دماغك، ما فيك صلح. يا عم هو انت شفت ان انا هو انا امتلك اعمل حاجه؟ انا غلبان. الاستاذ علي عبد الستار راجل محترم قوي والله العظيم، انت ضحكتني. بيقول لك سيبك من اللي في دماغك ما فيش صلح. يا راجل انا غلبان، انا مالي، انا اقدر اكلم حد يا عم. يا عم انا شوف لي صلح انا في 40 سنه سجن واقول لك الله يبارك لك. يا عم انا مالي يا عم، يا عم انا مالي يا عم، انا يا عم انا اصغر مما تتخيل يا عم. انت حتى ولا حد ذاكرني، حتى انا وانا مرتضى منصور ولا انا الخطيب، ده انا غلبان يا عم. الدوله بتتكلم على الخطيب، على مرتضى منصور، على احمد دياب، على الناس الكبيره دي، لكن انا بالنسبه للدوله نكره. اتحبس ما اتحبسش ولا ليا دعوه ولا ليهم دعوه بيه. انت شفت ان انا جوه المعادله؟ انت سرحت خالص يا عم علي. يا ريت انا زي ما انت بتقول. ليه كده يا عم علي؟ صباح الفل يا عم علي، صباح الفل يا عم علي. على فكره بالمناسبه يوم 29 في قضيه مهمه جدا ما تنسوهاش، بتاعه فيديو الاستاذ محمد عثمان اللي عمله لما قال انا سبت النادي الاهلي وجيت لك عملت لك فيديو يا مرتضى منصور، واللي هو قال لمرتضى منصور فيه الزكة منين ومش عارف ايه، والكلام اللي انتوا قلتوه ده اللي انتوا سمعتوه قصدي. دي القضيه دي يوم 29 مهمه جدا، محجوزه للحكم غالبا يوم 29 الشهر ده، فمن ضمن الحاجات المهمه بتابعوها بس عشان ما حدش بيتكلم عليها. وبالمناسبة لو حد يعرف الأستاذ محمد عثمان يبقى يسأله، والنبي هو صديقي طبعا وراجل مستشار جليل وحبيبي جدا يعني جدا. حد يقول له هو لما أنت وعدتنا بمجموعة فيديوهات بعد الفيديو ده ما عملتش ليه تاني؟ سؤال بريء يمكن ينفع في يمكن تربط بيه اللي بيحصل دلوقتي. ما مش محمد بيه عثمان صديقي العزيز كان ناوي يعمل لنا سلسلة فيديوهات وقال لمرتضى منصور أنا فضيت لك، صح ولا أنا بخترف يا فاروق؟ صح فعلا، هو كان عامل سلسله فيديوهات وانا سبت النادي الاهلي وقدمت استقالتي وخلاص انا فضيت بقى وهتخبط كل شويه. فعلا هو فيديو واحد بس ما طلعش من بعديها. يعني انا صح؟ طب ما عملش بعد الفيديو ده حاجه ليه تاني؟ سؤال بريء والله. ما انت اكيد حضرتك فاهم واحنا فاهمه طبعا.
ما اعرفش اللي قال له ما تعملش ساعتها، يمكن هو اللي دلوقتي بيقول بخ. الاستاذ عصام بيقول لك لا للتصالح، مصر كلها بتقول لا للتصالح. قاعدين بجيب لك من الاخر اهو، لا للتصالح، لا للتصالح، لا للتصالح. اقولها لك تاني يا عم عصام عشان ما تفهمنيش غلط اهو، لا للتصالح، لا للتصالح. الناس هتقول عبد الناصر اتجن. عايز مني حاجه تاني يا عم عصام؟ عايز مني حاجه تاني؟ كل والله يوم. يا جماعه مش عبد الناصر لا له دعوه بالتصالح ولا اتكلم عن التصالح، ولا هو بيقول لي اتصالح ولا ما اتصالحش، هو بيقول معلومه واخبار عنده بيقول يا عم ببعض وبيقول توقعه، هو مش بيقول امنياته ولا هو عايز ايه، بس يا ريت الناس تفهم الكلمه دي. واحد حضرتك انا عاجبني قوي انت نزلتها، وخلي بالك عامله تفاعل شديد قوي النهارده، انت قلت الرساله وصلت والشاب والجاز بشكل والراجل مش راضي خالص، وقالوا له من الاخر لو ما فيش صالح ما فيش حبس، والشاطر والجدع يفهم بقى. انا فهمتها، فهمت اللي بين السطور اللي انت قلتها. يا عم انا غلبان والله العظيم، انا غلبان يا عم انا غلبان. انا لو سندت المرتضى منصور لا اضيف له، ولا ان قلت للخطيب اصطلح اسمع كلامي، انتوا فاهمين الدنيا غلط، انتوا فاهمين. الناس محسساني ان انا قلت معلومه، فاتصلوا هيتم عشان انا قلت المعلومه. يا عم ولا اعرف حاجه والله، ولا اعرف حاجه يا عم، انا غلبان جدا والله، والله العظيم اغلب مما تتخيل. ده انا معلومه باكل بيها عيش وارزاق على الله. بالمناسبه بس عشان تبقوا عارفين، بنسبه كبيره جدا مؤتمر الحوار لن يكون فيه كلام عن الرياضه وكره القدم. المجموعه اللي رافضه ان يدخل في مؤتمر الحوار الوطني برعاية الرئيس الكورة والرياضة شبه اتهزمت، عشان المعلومة دي قلت لكم وانا بتابع، شبه اتهزمت، لم تنجح حتى الآن في إقناع المسؤولين عن مؤتمر الحوار في موضوع دخول الرياضة وكرة القدم في الحوار، لم تنجح حتى الآن. قال لك محدش فاضل الكلام الفارغ ده، لعب العيال ده روحوا لعبوا بعيد، كل واحد ياخد الكرة الى انت وهو يلعب قدام بيته. والله العظيم الدولة مش فاضية للكرة ولا للرياضة، والله ما بضحك، خد يلا الكرة انت وهو كل واحد يلعب قدام بيته. طب يا باشا الدنيا خربانة، ما تخرب، احنا مالنا، احنا خلينا في احنا بنستورد 85% من الزيت اللي بناكله، هنشوف الزيت نجيبه منين ولا هنقعد نتكلم في فاول واوفسايد. والله توجه الدولة هذه الأيام اهو بقولها لك، ما وصلني يعني في مجموعة كده قافلة على نفسها بتعمل إعادة صياغة في ظل الدولة، وهي دي اللي بتصيغ الدنيا كلها. لكن على المستوى الرئاسي ليس ملف الكورة ولا الرياضة في الأولويات هذه الأيام، وده شيء مش عيب الراجل، الله يكون في عونه الرئيس، يعني بجد، يعني أنا بتكلم بجد، بتكلم بجد يعني، يعني بتكلم بجد، بس عشان انا يعني هتقول لي عكس اللي قلته، لا هو في ابديت يعني، في جديد كل شويه، ممكن يومين تاني وتلاقي في دنيا اتغيرت، الله اعلم. انت في مصر لازم تعمل ابديت لحياتك على طول على طول على طول، كل ساعه في جديد، وكل يوم في جديد، وكل لحظه في جديد، والكلام ده كله. بس المسؤول لما بيقعد او اللي بيعمل حاجه يكون واثق وهو بيعمل حاجه هو من وجهه نظره شايفها اصلاحيه، ما بيبصش للظهير الشعبي ولا الجماهيري بالمفهوم اللي انت عايزه يعني. على فكره بالمناسبه كان في خلاف يقال انه كبير ما بين رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب والمدير التنفيذي الأخ الششتاوي ممدوح بيه الششتاوي، وطبعا وكلاهما ناس أفاضل يعني، هشام بيه حطب راجل صديق عزيز، وممدوح بيه الششتاوي راجل فاضل. النهاردة مشوا ممدوح الششتاوي، مشوا ممدوح الششتاوي وهيجيبوا مدير تنفيذي جديد. هل ممكن ممدوح بالششتاوي المدير التنفيذي السابق لوزارة الشباب والرياضة والمدير التنفيذي دلوقتي السابق للجنة الأولمبية هو المدير التنفيذي لاتحاد الكرة؟
يعني خلوا اقتراح في دماغكم، يمكن يعني برضه عشان نبقى بنقوله من زمان، هل ممكن يبقى هو المدير التنفيذي لاتحاد الكوره؟ اعتقد اسم قوي، وممكن يكون يعني عبد الناصر عايز تقول مشوه من هنا عشان يجيبوه هنا، ولا عشان الخلاف؟ كل شيء وارد، بس انا بقول الاثنين مع بعض. يعني بتقول ان هو هيجي يمسك مكان وليد العطار، ما انا بقول لك، ما انا بقول لك اربط بينه وما بين اللي بيحصل وممكن يجي اتحاد الكوره. ما انا بقول للناس، بس عشان الناس لما بقول لهم في حد هيتحاسب في اتحاد الكوره وهيجي مدير تنفيذي جديد، بس الخطوه عايزه ترتيب، الناس برضه قاعده تقول لك بيهاجم جمال علام. ماشي، ده في بقى في تصريحات رئيس الزمالك. دي الحته اللي كنت عايز اعلق عليها مع الاستاذ فاروق فيما يخص تصريحات الاستاذ مرتضى منصور والاوضاع بصفه عامه، زي ما بندردش مع بعضينا دردشه مصاطب، محدش ياخد على كلامي، ساعات ببقى سخن وبقول كلام مش منطقي، فما تشيلش في دماغك يعني. نروح بقى للجزء الثاني في كلام مرتضى منصور الخاص بنادي الزمالك. هو اتكلم على نقطتين بس بعديهم، على طارق حامد ومحمد صلاح. قال طارق حامد ما يستحقش الحديقه اللي كتبتها، اللي كتبت اسمه عليها وكرمته. ما هو شال اسمه النهارده، يعني اللي وصل، ما هو شال الاسم، شال اليافطه بتاع طارق حامد. مرتضى منصور النهارده شال اليافطه بتاع طارق حامد من على الحديقه. قال طارق حامد ما يستحقش الحديقه وكرمته لانه كان لاعب ملتزم، ولكن هو ما يستحقهاش، وانا اللي كنت غلطان. هيتم التحقيق مع بكره مع طارق حامد ومع ابو جبل، وتم التأجيل للتحقيق لان اليوم الفريق كان بيلعب، لكن كان عنده مباراه مهمه، لكن بكره دي تحقيق. اما منح اللاعبين للعضويه العامله لانهم بيستحقوها مثلهم زي اساطير النادي القدامى في الزمالك ومعاهم عضويه، يعني الاساطير القدام في الزمالك اللي اعتزلوا اساطير وادوا الزمالك كتير، فدول يستحقوا ياخدوا العضويه على الاداء اللي شفناه في مباراه النادي الاهلي. فكان لازم الجيل ده تديهم العضويه، وكل اللي بينتقد انا مش هرد عليهم. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه، يعني شيل يا ابني، شيل يا ابني ده. هل ممكن يا جماعه اعيش لليوم اللي الاقي نفسي يافطه في نادي الزمالك؟ هل والله يعني تتخيل ان بقيت من الحاجات اللي نفسي اشوفها؟ يعني انا لو اتعمل لي يافطه في نادي الزمالك، من وجهه نظرك يا فاروق تقعد قد ايه؟ لو مش هتكمل ساعه. لا انا اتحط لي ورقه على البوابه بالصوره، يعني اتحط لي ورقه على البوابه بالصوره ده عادي، بس لو اتحط لي يافطه ممكن يا جماعه، بس ما تكونش على التوريتات، اي حاجه غير التوريتات. ممكن تقعد قد ايه؟ انت حضرتك هتقول كلمتين حلوين هتنزل، اول كلمه لما تقول كلمه حق ومش عاجبك شيل اليافطه دي من هنا، يلا شيل اليافطه دي، شيلها من هنا وركب واحده مكانها، مش هتكلم. والله العظيم يعني انا الكلام ده في حته اليافطه وطارق حامد دي، يعني انا مش عايز اقول لك الناس كدب عليك ايه ومعلقين عليك. لا انا لما وصلني الخبر وشايف اليافطه وهي بتتشال، والله وقعت على الارض من الضحك. شيل يا ابني، شيل يا ابني. وبعد كده لما يتحط، هنشوف هيحط مين بدل طارق حامد، هنقول ايه؟ الدور موعوده، يلا عليك الدور. انا اقول لك اشرف بن شرقي لو 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 قعد هيتحط اسمه على جميله. لا 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 بص، ما فيش اسم، قلت لك ماشي. النهارده بص قلنا من قد ايه ما فيش اشرف بن شرقي؟ من زمان. النهارده خالد الغندور كاتب انا مش عايز اضحك على جمهور الزمالك، اشرف بن شرقي مش موجود معانا الموسم الجديد. علي شحاته الغلبان اللي لسه عيان ومختفي في ظروف غامضه، قال لك طارق حامد في القمه، قلنا له ايه؟ وقال له تقول له ترجع نتقابل، طارق حامد مش هيلعب ماتش الاهلي ومش قاعد في الزمالك. وما فيش قمه ولا في طارق حامد، انا كان نفسي علي شحاته يبقى معانا عشان نعرف شعوره واليافطه بتتشال. الغريبه كمان ان طارق حامد امبارح، الغريبه ان طارق حامد لو تقدرش نزلته، ودي كانت غريبه، امبارح راح لغزل المحله مع الدكتور بتاع غزل المحله يعمل تاهيل مع دكتور غزل المحله، وده عمل لا لا بس خلي بالك لا فتره، لا 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 عشان نبقى منصفين، فتره الاعداد عملها في غزل المحله. طب ماشي، هو راح لهم تاني دلوقتي. لا 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 هو لا لا هو عمل يا بيه طارق حامد لما عمل لما في بدايه الموسم، ولما كان اصيب في الاول كان شغال مع غزل المحله.
تمام بقى، عشان كده لما رجع تاني رجع الدكتور عغازل آه الله كان ينور معانا عليك، الاول. الله ينور عليك. طب بالظبط وخلي بالك كان في اجازه في بدايه الموسم، وكان بيتمرن مع نفسه في غزل المحله. تمام. عشان بس نبقى منصفين ونتكلم لوجه الله. انت عارف دلوقتي كل البرامج والله برامج التلفزيون كلها منزله يعني بتاع في الشريط كده، ما رايك في ازاله يافطه الطريق حامد من نادي الزمالك؟ حاجه حلوه طبعا وشايفين كل حاجه، يا عم دي وايه رايك في ازاله تحديد؟ ادينا بنضحك. كمان نتكلم صلاح وقال عن محمد صلاح، بقول لك يا محمد صلاح ما تزعلش، انت معشوق العالم كله ومش مصري بس، واللي بينتقدك في شيء في حاجه سودة جواه، يعني اللي بينتقدك ده في سواد جوه قلبه، وانت بنيت نفسك بنفسك ما تسمعش لحد. هو النهارده الكابتن حسن شحاته اوضح قال انا ما كنتش اقصد ابدا التقليل من محمد صلاح، وشكر فيه جدا الراجل، وفهمت تصريحاته بالامس غلط والنهارده صححها. وللكابتن حسن شحاته كل الاحترام والتقدير، وانا واثق ان محمد صلاح تفهم ولا يمكن يزعل من الكابتن حسن شحاته. الكابتن حسن شحاته قيمه كبيره، ولو اتكلم عن اي حد شرف لاي لاعب اللي يتكلم عنه حسن شحاته. طبعا كابتن حسن شحاته ما حدش يقدر يتكلم عليه نص كلمه، لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اي حد اهلاوي. هو انا واحد بحب جدا جدا كابتن حسن شحاته، ومن احنا بنترحم على ايامه من دلوقتي، وبنشوف المعلم كابتن حسن شحاته. لا كابتن حسن شحاته قيمه كبيره، حتى لو حاجه طلعت غلط عنه لا طبعا. وما اعتقدش فعلا محمد صلاح زعل منه، لان محمد صلاح يعني انا محمد صلاح لعيب كبير، وعارف قيمه كابتن حسن شحاته وقدره ايه يعني، طبعا اكيد يعني. تمام. يمكن هو ده كل الكلام اللي قاله على الموضوع ده، وقال لجمال في الاخر بقى لك انا بحبك يا جمال علام وبحترمك، لكن انت ما تصلحش تبقى رئيس اتحاد كوره، ويا ريت تمشي. ده اخر حاجه قالها. طب يا ابو احمد والله العظيم بقولها لك، جمال علام ليه ايه لا 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 جمال علام يا عم، انا هقولها له بحب بس ما حدش يعتبرها يعني ان انا بقصف جبهات ولا حاجه. بقولها لك بمنتهى الجرأه، ومحدش يقولها لك في مصر غير عبد الناصر زيدان، ملك دعوة بجمال علام. اللي مقعد جمال علام هو اللي مقعدك. أقولها تاني يا أبو أحمد، اللي قعد جمال علام وسانده بعد الهزيمة من أثيوبيا هو واتحاده، هو اللي أنت مسنود عليه ومقعدك. يعني يا أبو أحمد مبروم على مبروم ما يرلش، يعني الأستاذ جمال علام ومجلسه لو اترفع عليهم ربع تليفون من أبو ثلاثة ساغ بتاع زمان، مش موبايل كمان، وتقال لهم امشوا، في حد هيروح الجبلاية؟ أنت معلم وسيدي العارفين، يعني بلاش نهاجم جمال. ما أنا قلت يا جماعة وقالوا بيدافع عن جمال علام، قلت يا جماعة افهموني يا جماعة، عايزكم تفهموا دماغي، أرجوكم يا جماعة افهموا دماغي. أنا لا أدافع عن جمال علام، أنا بقول لك في مرحلة جديدة للكورة. طب ما دول يا عبد الناصر فشلوا واتغلبنا من أثيوبيا 2-1 يا عمي، هم قاعدين لكن مش هيديروا بالشكل اللي في دماغك. في حد كده حدوته بتتعمل، وقرارات بتروح الجبلايه تطلع في شكل قرارات رسميه، لان مش فاضيين للجان وتعيينات ولجان وصايا، فهنخليهم وهندير بيهم المرحله اللي جايه. فاللي مقعد دول مقعد دول مقعد دول مقعد دول، واحنا في النهايه مع اللي عايزينه دول ودول ودول، لان بصراحه تعبنا، لان مش هنقدر لا على دول ولا على دول ولا على دول بس.